المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهام شنال. جسبان إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم زينة وتمام. عند جميع السيدات، عند جميع الحبيبات المتتبعات الغزالات الوفيات على القناة ديالي اللي أكيد دائما الهام شنال، الوصفة ديال اليوم ولا الوصفة ديال اليوم إن شاء الله بإذن الله غتكون وصفة مختصة بعلاج الشاي بموزة واحدة فقط، يعني بموزة واحدة فقط غتخلصي إن شاء الله من شيب من الاستعمال الأول أو لا من الاستخدام الأول. فنتمنى تنال الإعجاب ديالكم، نتمنى تجربوها وتكتبوا لنا في التعليق كيف جاتكم الوصفة، واش عجبتكم ولا ما عجبتكمش، واش توتات معكم أيضا أو لما توتاتش معكم، يعني تخليوا لنا جميع المعلومات جميع لي زانفورماسيون في التعليق باش هكذا يعني حتى حنا نعرفوا الوصفه واش يعني نفعت بزاف السيدات او لا. ومرحبا حتى بالوصفات ديالكم الطبيعيه، يعني اي سيده عندها اي وصفه طبيعيه بخصوص يعني علاج الشيب فتخليها لينا في التعليق اون ديتاي يعني بكل التفاصيل. ان شاء الله انا نجرب اي وصفه واكيد الا عجبتني وتعطيني نتائج مزيانه غادي نجي نشاركها معكم في القناه باش هكذا تعمل فائده للجميع. قبل كل هذه الاشياء، قبل ما نتعرفوا على مكونات الوصفه، فنبغي نرحب بالبنات ونرحب بالسيدات، فمرحبا بالجميع في هذه القناه. الا كنت اول مره كتكتشفوا هذه القناه ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك موجود اسفل الفيديو، ايضا ضغطوا على زر الجرس وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، جميع الروابط في صندوق الوصف. وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو او تشاركوه مع الحبايب والصديقات ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي ديالكم باش هكذا تعم الفائده للجميع وبزاف السيدات استفدوا من هاد لا غوسيت هادي ولا من هاد الوصفه هادي اللي المكون الرئيسي ديالها هو الموز اولا البنان. فبسم الله على بركة الله نمشيو باش نتعرفوا على مكونات الوصفه، طريقه تحضيرها استخدامها واستعمالها ايضا. فاول مكون غادي نحتاجوا له في هذه الوصفه سنحتاج الى الموز او لا البنان. فانا هنا خديت جوج ديال الموزات متوسطين في الحجم وقطعتهم يعني شرائح بهذا الشكل هذا. بالنسبه لثاني مكون اللي غنحتاجوا له في هذه الوصفه هو الحبة السوداء مطحونة، ماشي حبوب وإنما حبة البركة أو الحبة السوداء مطحونة بهذا الشكل هذا كما هو موضح في الفيديو أمامكم مباشرة، يعني ماشي الحبة السوداء ولا حبة البركة حبوب وإنما مطحونة، يعني تاخذوا الحبة البركة حبوب ومن بعد تطحنوها عاد تستخدموها في هذه الوصفة. بالنسبة للسيدات اللي غيسولوني في التعليق واش ممكن استخدام الحبة السوداء حبوب، فما يمكنش استخدامها حبوب، خاصها ضروري ما تكون مطحونة يعني تكون بودرة. بالنسبة لثالث مكون اللي غنحتاجو له في هذه الوصفة سنحتاج إلى زيت الحبة السوداء ولا زيت حبة البركة، يعني غنحتاجو الحبة السوداء بودرة وغنحتاجو حتى الزيت ديالها لأنه عنده فوائد كثيرة بخصوص علاج الشيب. إلا ما متوفرش عندكم هذا الزيت فممكن تعويضه بزيت الزيتون، لأنه بزاف السيدات غيسولوني في التعاليق شنو البديل، شنو ممكن نعوضو به هذا الزيت هذا اللي هو زيت الحبة السوداء ولا حبة البركة. فعند السيدات ما كيكونش البعض فيهم يعني ما كيكونش متوفر عندهم هذا الزيت فكيسولوني في التعاليق شنو البديل ديالو، فالبديل ديالو هو زيت الزيتون، يعني زيت الزيتون أكيد متوفر عند الجميع. فلو متوفرش عندكم زيت الحبة السوداء ممكن تعوضوه بزيت الزيتون، ولكن هذا الزيت هذا كيبقى رائع في علاج الشيب، يعني أفضل وأحسن من زيت الزيتون، ولكن لكم حرية الاختيار على حسب المتوفر في البيت. فغنقرا لكم بعض الفوائد وبعض المزايا ديال هذا الزيت هذا اللي هو زيت الحبة السوداء. فمن بين الفوائد ديالو فهو مضاد للحساسية، مضاد للفطريات والبكتيريا، مضاد للسرطان، يخفض نسبة الكوليسترول والسكري في الدم، يرفع المناعة في الجسم، ينشط خلايا الجسم ويحميها من تأثيرات الفيروسات، مفيد لأمراض الجهاز التنفسي، يزيد في إدرار الحليب للمرضعات، مقوي للقدرات الجنسية، يغذي الشعر ويقويه ويمنع تساقطه، وأيضا يعالج الشيب مهما كانت الحدة ديالو. يعني هذا الزيت هذا رائع يا البنات، كنصح أي سيدة يعني يكون متوفر عندها هذا الزيت هذا اللي هو زيت حبة البركة ولا حبة السوداء. وغادي نحتاجو ايضا البلاستيك الغذائي او النايلون او السلوفة اللي غنعملوه على الشعر ديالنا، فهادو هما كل المكونات اللي غادي نحتاجو في هاد لاغوسيت. فبعد ما تعرفنا على كل هاد الاشياء ندوزو الان لطريقة تحضير الوصفة، طريقة استخدامها واستعمالها وتطبيقها ايضا على الشعر.
فاول شيء غناخذوا الموز وغنحاولوا نمعكوه بواسطه فورشيت بهذا الشكل، او ممكن تطحنوا الموز يعني تخلطوه في الخلاط الكهربائي وتطحنوا. الا ما بغيتوش تطحنوه فممكن يعني تعملوه بهذه الطريقه هذه كما هو موضح في الفيديو مباشره امامكم الان. بعد ما كنخلطوا يعني الموز مزيان وكيتمعك، فكناخذوا زيت الحبه السوداء ولا زيت حبه البركه او زيت الزيتون يعني على حساب كما سبق لي وذكرت المتوفر عندكم في البيت. بالنسبه لهذا الزيت هذا البنات كنصح اي سيده يكون عندها لانه عنده عده فوائد وعده مزايا. فخديت منه ملعقه، غادي نحاول نخلط الكل، ومن بعد غادي نضيف البودره ديال الحبه السوداء ولا حبه البركه. يعني نحاول نضيف نصف الكميه. ومن بعد غادي نزيد نضيف ملعقة أخرى من زيت حبة السوداء. يعني ملعقتين. من بعد غادي نزيد نضيف ديك الكمية المتبقية عندي ديال الحبة السوداء يعني بودرة، يعني ما كنضيفش الكل في دفعة واحدة وإنما كنضيفه تدريجيا. وبعد ما كتصبح الوصفه بهذا الشكل فهي كتصبح جاهزه للاستخدام او جاهزه للاستعمال. فبعد ما كتصبح بهذا الشكل كناخذ الشعر ديالنا وكنقسموه الى نصفين، ومن بعد كنوزعوا هذه الوصفه بالتساوي وكنحاولوا نركزوا على البلايص اللي فيهم الشيب باش هكذا ملي تغطى لينا الشعر ديالنا يتغطى كامل، يعني ماشي بلاصه يبقى فيها الشيب وبلاصه لا. واكيد من بعد كنستخدموا ولا كنعملوا البلاستيك الغذائي او النايلون او السلوفان على الشعر ديالنا، وكنخليو الوصفه الوقت اللي بغينا. بالنسبه للوقت كيبقى راجع على حساب الكميه الشيب وعلى حساب العمر ديال كل سيده. فإلا عندك شيب كتير والعمر ديالك كان حتى هو يعني مثلا في 40 او 50 فكنصحك تخليها مده طويله باش تنجح الوصفه منذ اول استخدام. الا يعني كنتي في العمر مثلا لاج صغير وايضا شيب ما كتير فممكن تخليها وقت قصير،
بالنسبة للوقت ممكن يبقى ساعة ساعتين 3 سوايع 6 سوايع نص نهار أو ليلة كاملة، لأنه يعني بزاف السيدات كيسولوني في التعالي كيقولوا لي واش ممكن نخليوها ليلة كاملة واش ما غتسبب لنا حتى شي مشاكل في الشعر ديالنا، فما غتسبب لكم حتى شي مشكل، بالعكس الوصفة رائعة جدا، فيها مكونات يعني طبيعية، مكونات يعني كيقويو الشعر وعندهم فوائد كثيرة يعني للشعر، فما غتسبب لكم حتى شي مشكل نهائيا بإذنه. يعني بالنسبه للسيدات اللي كيسولوا على واش ممكن نخليوها ليله كامله، فممكن تخليوها ايضا 6 سوايع، فالوقت كيبقى راجع لكل سيده على حسب الحاجه وعلى حسب الكميه ديال الشيب واش هي كثيره او لا قليله. فنتمنى انه هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله من الاستخدام الاول او لا منذ اول استعمال كتبدا وتلاحظوا الفرق قبل وبعد، اكيد ممكن تكرار يعني عليها، ممكن تستمروا عليها. بالنسبه للسيدات اللي غيسولوني ممكن تعملوها مره او مرتين في الشهر على حسب الحاجه ديال كل سيده، لانه اكيد سيده كتختلف على حسب الشيب اللي عندها على حسب الشعر ديالها، يعني هاد الامور هادي اكيد راها باينه واضحه. فكنتمنى انه هاد الفيديو نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تبارطاجيو هاد الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي باش هكذا تعمل فائده للجميع، تبارطاجيوه في لي جروب فيسبوك ايضا، وتبارطاجيوه على العموم لتعم الفائده لجميع السيدات اللي كيبحثوا على الوصفات لعلاج الشيب. ما تنساوناش بالبيك لايك، تشاركوا في القناه، تضغطوا على زر الجرس باش ان شاء الله توصلوا بكل ما هو جديد، تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. وبدوري انا شخصيا نشكركم على حسن تتبعكم لهذا الفيديو، موعدي معكم جدد ان شاء الله في الفيديو القادم.